والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا الكرام أينما وحيثما كنتم من هنا من مكة المكرمة وتحديدا من الدائر الثاني. نعود لكم بتغطية جديدة باتجاه الحرم المكي الشريف عن طريق شارع إبراهيم الخليل أو شارع الهجرة. ابقوا معنا في هذه التغطية ونتمنى أن تحوز دائما تغطيتنا على رضاكم واستحسانكم. نحن الآن في شارع الهجرة، أمامنا شارع الهجرة ومن هذا الطريق شارع إبراهيم الخليل، وراح نختار معكم شارع الهجرة ونشوف الأعداد عادت لطبيعتها في شارع الهجرة والكثافة العددية الكبيرة في شارع الهجرة. من أمام ساعة مكة تقريبا مسافة 10 دقائق إلى ساحة المسجد الحرام، تبقى على صلاة الفجر تقريبا أو أذان صلاة الفجر 20 دقيقة. راح يكون طريقنا عن طريق شارع الهجرة، والعودة ستكون عن طريق شارع إبراهيم الخليل بإذن الله. نشوف المحلات فتحت في هذا الشارع، ربما في رمضان ما قدرنا نغطي هذا الشارع، لكن أتمنى تكون حلقة اليوم مميزة وجميلة من شارع الهجرة بإذن الله. فندق شرق شروق الضيافة، فندق شروق الضيافة. كان اسك ما ادري شو اللي يعرف الاسم هذا اسكن اسكنت ما ادري والله اسكن فندق لامار، فندق زهرة المسيال، فندق منارة الإيمان، فندق لؤلؤة الدور، فندق مآثر الجوار، فندق رواحل الهدى 1، محلات تجارية، فندق أبرار الهجرة، هذا فندق أبرار الهجرة ما شاء الله، مطعم أبو حربة، فندق منار الخير، فندق رحاب الأخير، فندق زوار الحرمين، فندق الريادة، ما شاء الله المحل أو الشارع جميل بعودته إلى حياة الحياة الطبيعية. قبل أذان الفجر بدقائق والمحلات ما شاء الله مفتوحة. مآثر الضيافة تقريبا شكلها من الفنادق الجميلة، فندق أيمن الهجرة ما شاء الله شكلها من الفنادق الجميلة في هذا الشارع. محلات تسوق ومحلات صرافة، فندق مهاجرين المجد ما شاء الله،
الآن هذا الشارع يدخلنا على شارع الهجرة، أو نواصل في شارع الهجرة. 10 دقائق على أذان الفجر. طبعا في هذه المنطقة التي أتواجد فيها الآن ستكون مواقف لحافلات مكة، حافلات النقل الترددي. في الجهة المقابلة منطقة ريع بخش وأجياد. شوف جمال الصورة في شارع إبراهيم الخليل والكثافة العددية للمعتمرين والزوار والمتجهين إلى الحرم. صفوف المصلين في رمضان كانت تصل إلى نهاية شارع إبراهيم الخليل، كذلك صلاة العيد كانت أقفل الشارع هذا بالكامل. نحن الآن في شارع إبراهيم الخليل أمام سوق الخليل جبل عمر كونراد، أمام فندق التوحيد. دخولنا على ساحات الحرم المكي الشريف. ما شاء الله تبارك الله، دقيقتين على أذان الفجر.
بعد انتهاء صلاة الفجر نشاهد الأجواء الجميلة في الساحات الخارجية للمسجد الحرام من أمام باب الملك فهد. أجواء جميلة وصورة أجمل لهذا الصباح الجميل، ما شاء الله تبارك الله. أدنو إلي ساجدا بجبيني، يقبل صلاتي وللصواب ديني. يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين. يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي ومعدي. نسمع صوت العصافير، ما شاء الله أصوات جميلة وصورة أجمل وصباح جميل. أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين. يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف.